السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفو الأعداد الكسرية، تقديم، قراءة، كتابة، لي فراكسيون، بريزونطاسيون، ليكتور، إكريتور. هذا الدرس 15 ديال المرجع في الرياضيات لمستوى الثالث ابتدائي طبع جديد. نبداو على بركة الله. يفكر كل واحد، لنبحث جميعا. يفكر كل واحد من الأصدقاء الثلاثة في طريقة تقسيم الفطيرة بينهم. يعني هاد الثلاثة الأطفال بغاو يقسموا واحد الفطيرة أو خبزة بينهم. ألاحظ ثم أحدد بعلامة في القسمة التي سترضي الجميع وأعلي الجواب. هاد الطفل الأول قال لي أننا نقسموها على جوج متساويين، يعني جوج طرفة متساويين. هنا هاد البنت قالت لهم أننا نقسموها على ثلاثة ولكن متساوية، قسمة متساوية. هنايا قال لهم هذا نقسموهم على ثلاثة ولكن واحد كبير، واحد صغر منه، واحد أصغر منهم. هنا غادي نلاحظوا، غادي نشوفوا أشنا هي القسمة لترضي الجميع. بين أن هذا اثنان ما يمكنش لأنهم هما ثلاثة الأطفال. هنا ثلاثة أطراف متساوية، هذه هي القسمة المزيانة. لكن هذا قال لهم أننا نقسموها ثلاثة ولكن مختلفة الأحجاء، يعني واحد كبر من واحد. يعني هذه لا، هذه ديال لها الطفل لا، وهاد القسمة لا. دونك بقات هاد القسمة هي اللي تريح الجميع. علاش؟ لأن الأطراف متساوية أو القطع متساوية. هنايا هاهي درنا علامة في هنا، غنديرو لأن القطع الثلاثة متساوية أو بالتساوي، مقطعة بالتساوي، علما أن الفطيرة كاملة تمثل الوحدة. ألون نصيب كل طفل بلون مختلف. يعني هنايا كل الفطيرة غادي تمثل طفل، كل قطعة من هاد الفطيرة غادي تمثل طفل. دونك هذا غادي نلونوه، هاد اللون غادي نلونوه باللون ديال تريكو ديال البنت، هو هذا، هذه القطعة ديال البنت. هذا الطفل اللي كيلبس الاخضر غادي نلونو بالقطعة ديالو. قلينا اللون الاصفر غادي نلونو بالاصفر. يعني كل واحد خدا القطعة ديالو باللون ديال الملابس ديالو. هنا علما أن الفطيرة كاملة تمثل الوحدة. ألون نصيب كل طفل بلون مختلف، هي لونها. أكتب هذا النصيب على شكل عدد فردي. يعني نصيبة البنت خدات واحد، خدات واحد من هاد الثلاثة. يعني كاينين ثلاثة طريفات أو ثلاثة القطع، خدات هي واحد من ثلاثة. هذا تا هو كذلك خدا واحد من ثلاثة، وهذا خدا واحد من ثلاثة. كنكتبوها واحد على ثلاثة، هذيك واحد من ثلاثة نكتبوها واحد على ثلاثة. هذه هي الكتابة الصحيحة ديال هاد الهضرة اللي كنقولو واحد من ثلاثة. الحصة الثانية أفهم وأطبق. أحيط مقام العدد الكسري الذي يمثل الشريط اللاصق باعتباره وحدة كاملة. هاد الشريط كنعتبروه وحدة كاملة. هنايا غادي نقسموه على أربعة أطراف. يعني إلا قسمناه على أربعة المقام ديالو غادي يكون هو أربعة. هنايا هذا لاصق كامل، وحدة كاملة، قسمناها على جوج يعني هو المقام.
لأن الكسر عنده البسط، عنده البسط والمقام، واحد على ثلاثة هذا كيساوي تسمى بسط، وثلاثة كتسمى مقام. يعني هذه القسمة اللي كنقسموها على ثلاثة ولا على أربعة ولا على خمسة هو المقام، والبسط هو هذاك الشيء اللي خدا الإنسان منه، واحد على ثلاثة أو اثنان على ثلاثة إلى ذلك. يعني اثنان أحيط بسط العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون. دابا غنجيو للبسط، هو هذا البسط اللي قلنا هنا الفوق، هنايا هذه مقسمة على واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يعني خمسة هي في المقام، لكن دابا اللي مطلوب منا البسط، يعني أربعة هادو اللي ملونين راهم أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وبقى واحد هنايا المقسمة على ثلاثة، وخدينا حنا جوج اللي لوناهم، دونك البسط هو جوج. ثالثا اكتب العدد الكسري المناسب لكل جزء ملون. هنا غادي نكتبوا العدد الكسري، نشوفوا هذا شحال نقسم، واحد جوج ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة، يعني خمسة غادي تكون في المقام. نشوفوا الجزء الملون، واحد اثنان ثلاثة، يعني ثلاثة غادي تكون في البسط. هنا عندنا نقسم على ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، يعني ثلاثة غادي تكون في المقام، والجزء الملون اللي خديناه منه هو واحد. هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة كاينة في المقام، وخدينا منها جوج، لونا جوج، دونك اثنان على أربعة. ولون الجزء المطلوب علما أن الشريط كاملا يمثل الوحدة. هنا هذا هو الشريط كامل يمثل الوحدة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هادشي اللي قلنا أن هنا مقسم على ثمانية، ها هي ثمانية. هنا غادي ناخدو منه خمسة، دابا خمسة اللي خصنا نلونوها، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وغادي نلونو حتى لهنا، هذا هو الحدود ديال اللي غادي نلونو. هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة هي في المقام، دابا خصنا نلونو منها خمسة، هنا الحد ديال خمسة، هنا أثبت تعلماتي. هنا عندنا الشريط اللاصق كامل فيه أربعة، وخدينا منه وحدة، يعني الجزء الملون يمثل الشريط يمثل وحدة، وهو مقسم إلى أربعة أجزاء، قسمناه لأربعة أجزاء. الجزء الملون يمثل ربع الشريط، يعني واحد على أربعة، ويكسب واحد على أربعة. واحد على أربعة عدد كسري، هنا الفوقاني كنسميه هو البسط، واحد هو البسط، أربعة هو المقام. ما ننساوش المعجم، العدد الكسري كيتسمى لا فراكسيون، والبسط كيتسمى لو نيميراتور، المقام لو دينوميراتور. الحصة الثالثة أطبق وأتدرب. هنا هذا الشكل سي والشكل دي. الشكل سي باردون خصنا نقراو لا كيستيون. خامسا جيكري لا فراكسيون كي روبريزونت لا بارتي كولوري دو شاك فيغور. هنا غادي نكتبوا العدد الكسري اللي كيمثل هاد الاشكال، شاك فيغور، فيغور هو الشكل. هنا غنكتبوا لا فراكسيون، لا فراكسيون هي العدد الكسري. هنا عندنا واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 غادي تكون في دينوميناتور، المقام. هنا البسط لو نيميراتور غادي يكون في 1 2 3 4، سكون 4. هنايا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 غادي تكون في المقام لو دينيميراتور. هنا نشوفو لو نيميراتور 1 2 غتكون 2 في البسط. هنا 1 2 3 3 غادي تكون في المقام 1 غادي تكون في لو نيميراتور والبسط. هنا 1 2 2 غادي تكون دو نيميراتور. هنا 1 غادي تكون في لو نيميراتور هو البسط. سادسا تم تقسيم قطعة الفطيرة بطرق مختلفة أحيط العدد الكسري الذي يمثل كل جزء. هنا هذه هي الوحدة الكاملة، هذه هي البيتزا كاملة. يعني هنا ملي غادي نشوفو كل قسمة غادي نشوفو شحال تقسمات من مرة. هنا عندنا هاد الطريف، دونك إلا وضعناه هنا غياخد هاد الحيز. دونك هنا ما يمكنش على ربعة وما يمكنش على جوج، لأن على جوج خاصها تكون بحال هاد الشكل، وعلى ربعة خصو يكون صغر من هذا. دونك هو واحد على ثلاثة. هنايا شتينا قسمناه هنا، إلا خدينا هاد النصف هنا غادي يبقى نصف آخر، يعني واحد على اثنان، قسمناها على اثنان. هنا هاد الطريف دونك إلا حطيناه هنا غادي يكون ماشي واحد على ربعة، لأن واحد ماشي واحد على جوج لأنها واحد على جوج، وماشي واحد على ثلاثة لأن واحد على ثلاثة، دونك راه واحد على ربعة. اكتب العدد الكسري الذي يمثل الجزء الغير الملون، علما أن الشريط كاملا يمثل الوحدة. هنا الشريط كامل يمثل الوحدة، يعني هنا غادي نكتبو الجزء الغير الملون هو اللي غادي نحسبوه. هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمسة غادي تكون في المقام. هنا الجزء الغير ملون كاين عندنا واحد، يعني واحد. هنايا بي ان دو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة غادي تكون في المقام. والجزء الغير الملون كاينين جوج. هنا بالنسبة للسي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية غادي تكون في المقام. السي الجزء الملون واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة على ثمانية. هنا أبحث عن المقام وأتمم العدد الكسري الذي يمثل كل لون. هنا غادي نبحثو على المقام اللي غادي يلون لينا كل لون. هنا هاد نحسبو شحال بعدا في المقام، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش، يعني اثناش هي اللي كاينة في المقام. هاد اللون غنحسبو شحال، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني خدينا ستة من هاد اللون. دائما المقام هو اثناش، هاد اللون شحال خدينا منه، واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة. اللون الأخضر شحال خدينا منه، واحد جوج، دائما المقام هو اثناش وهنا خدينا جوج. هنا أكتب العدد الكسري الذي يمثل كل جزء ملون، العدد الكسري الذي يمثل كل جزء ملون. هنا غادي نحسبو بعدا المقام شحال فيه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة، المقام فيه عشرة. الجزء الملون اللي خدينا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة على عشرة. هنا نحسبو المقام، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش، المقام هو اثناش. واللي خديناهم ملونين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة. هنايا نجيو نحسبو تاني المقام، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة، المقام هو عشرة. والجزء الملون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة على عشرة. هنا أحدد سؤال عشر، أحدد المقام ثم ألون الجزء الذي يمثل العدد الكسري المطلوب. هنا عندنا غنحسبو المقام، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش، المقام هو اثناش. الجزء الملون اللي خصني نلون هو خصني ناخد سبعة.
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، دونك غادي نلون سبعة. ها سبعة، هكذا. بالنسبة لهنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة، المقام هو عشرة. والبسط اللي عطينا خصنا ناخدوه هو ثلاثة، يعني خصنا نلونه ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. هنا نشوفوا المقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنا ستة خصنا نلونه خمسة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هنا ها هي خمسة. اكتب بالأرقام القصور التالية: الثلث هي واحد على ثلاثة، الربع واحد على أربعة، النصف واحد على اثنان، السدس واحد على ستة. إلى هنا نكون سالينا صفحتين من الأعداد الكسرية تقديم وقراءة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.